مساء الخير عليكم. يا رب كده تبقى كل الأيام بحجم جمال ولطافة اليوم النهاردة اللي كان فيه قدر كبير من البهجة والاستعداد والشعائر الدينية والإخلاص الحقيقي في العبادة. النهاردة اللي تابع شاشات التلفزيون شاف ناس بتتعبد وبتتقرب إلى الله وبتدعي لنفسها وللناس وللخير وللسلام، وكان في حالة كده من الهدوء. اللي ما تابعش التلفزيون واللي كان موجود ومشغول بتحضيرات العيد، فهي تحضيرات كلها بهجة والشوارع كلها ناس بتستعد وناس بصيمة وناس بتنتظر وناس بتعيد على بعضها. فيا رب كل الأيام تبقى أعياد كده، ويا رب كمان كل الأعياد يبقى عندنا قدر كبير من فهم عمق المعنى وراء كل عيد. وبذكر الأعياد النهاردة بقى كلامنا كتير في التاسعة عن العيد، لكن خلينا نبدأ بالمعايدات والتهاني الرسمية اللي بدأت من امبارح لكنها مستمرة كمان النهاردة. أميرة دولة قطر وجه التهنئة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني وجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. كان النهارده في اتصال هاتفي ما بين الرئيس اللي تلقاه من أمير دولة قطر، وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته للشعب القطري وكافة الشعوب العربية الشقيقة بكل الخير والتقدم والاستقرار. النهاردة كمان زي ما بدأنا وقلنا من بداية اليوم كانت المشاهد في البيت الحرام، ومع شروق شمس اليوم النهاردة اجتمع ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم، الوقوف على صعيد جبل عرفات اللي بدأت النهاردة منذ طلوع الشمس وحتى غروبها بعد قضاء يوم التروية في منيا. بعد مغيب شمس يوم عرفة هيبدأ الحجاج التوجه إلى مزدلفة، هيقضوا ليلتهم هناك قبل ما يتوجهوا إلى منى مرة تانية لرمي جمرة العقبة الكبرى، وهيتم المبيت ورمي الجمار خلال أيام التشريق الثلاثة. زي العادة استبدلت كسوة الكعبة المشرفة في ليلة وقفة عرفات. لسه كنت بشارك حضراتكم بأنه المشاهد اللي ما ينبسطش بمشاهد عبادات حقيقية واللي تشغله حاجة عن التقرب والتعبد في أيام مباركة زي النهاردة يبقى فايته كتير. عموما في كل الأوقات بيبقى عندنا ناس منتبهة جدا للمعنى الحقيقي وراء الأعياد، وفي ناس بتبقى مشغولة. أجمل ما في الأعياد هو ما يجمع الناس، فما يجمع الناس سواء كان عبادة سواء كان معايدات سواء كان احتفالات مشتركة فهو المعنى الحقيقي للأعياد. يا رب دايما أعياد ودايما تقرب، وكل سنة وكل المصريين وكل العالم بكل خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بعد لحظات هنكمل مع حضراتكم التاسعة، وعندنا أسئلة كتيرة بقى لأنه السنة دي يمكن ثقافة جديدة وهي ثقافة صك الأضحية بقت من العادات المحببة جدا، واللي عندنا كلام حقيقي عن طب اللي مش عامل صك الأضحية واللي هيقدم هو الأضحية بنفسه، في كمان يعني أمور تنظيمية هامة جدا في هذا الأمر، احتراما للمناسك، احتراما أصلا للأضحية نفسها، وأيضا احتراما لحق الجار والغير والمحتاج واللي المفروض انه تصلوا يعني الصدقه المستحقه لمستحقيها. النهارده بعد الفاصل على طول نبدا كلامنا، وعيد سعيد يا رب على كل المصريين. وفديناه بذبح عظيم، ذبح الأضاحي اللي يعتبر من أهم شعائر عيد الأضحى المبارك. بالتأكيد حاجة اللي بيقدر عليها بيحب يعملها جدا،
وزي ما هو معروف في اشتراطات دينية يجب توفرها في الأضحية، لكن كمان في اشتراطات اجتماعية، وما ينفعش أبدا تقول إن أنا بأتمم ديني وأنا بأذي غيري أو أنا بعتدي على حق غيري أو أنا بسيء للمجتمع أيا كان. لكن الدولة بدأت ومن سنوات طويلة بسبب شكاوى من سوء التطبيق لبعض الأمور، في بعض بقى دلوقتي الموضوع ما بقاش إن إحنا بنقول للناس الله خليك راعي جارك ولا خلي بالك، الحكاية إنها لازم تكون أكثر انضباطا عشان البيئة، وزي ما اتفقنا عشان أمور كتير واشتراطات للذبح نفسه، في غرامة على المخالفين لهذه الاشتراطات الصحية بالأساس. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة معانا على التليفون، ممكن يفسر لنا يقول لنا الأول التفاصيل والاشتراطات، وكمان يعني بلاش سيرة الغرامات إن شاء الله ما نبقاش محتاجين نوصل للغرامات. مساء الخير دكتور محمد، وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير يا دكتورة دينا، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل عام وكل شعب مصر بخير يا رب. دكتور محمد، المفترض أن وزارة الزراعة في اشتراطات معينة للذبح، وأنه الذبح بالتأكيد ما يبقاش بيجور على حق الغير ولا على حق المجتمع ولا البيئة، بس من فضل حضرتك لخص لنا كده إيه اللي مطلوب من شخص عايز يذبح الأضحية بنفسه، ومش مفضل أنه مثلا يشتري صك أضحية أو أنه يشارك بطريقة ما في أنه يقدم الأضحية بطريق غير مباشر وأنها تقدم عنه بشكل لائق، إيه اللي هو مفروض ينتبه إليه حتى لا يتعرض لتطبيق الغرامة؟ يعني الأول سمحني أشكر حضرتك، والحقيقة حضرتك عارفة أن اللي بيحاول يقدم أضحية أو بيذبح هو بيذبح علشان خاطر يتقرب إلى الله، وبالتالي ده بيكون محتاج أن هو يحافظ على نفسه ويحافظ على بيته وأسرته وأهله، ويحافظ كمان على اللحمة اللي هياكل منها واللي هيأكل منها أهل بيته وجيرانه وأحبائه. علشان كده احنا عندنا في وزارة الزراعة احنا رفعنا درجة الاستعداد القصوى في كافة مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة وكافة الوحدات البيطرية وأيضا كافة الأطباء العاملين في المجازر، وألغينا كل الأجازات بحيث أن اللي حابب أن هو يضحي ويضمن فحص جيد وسليم لأضحيته يقدر يروح لأقرب مجزر ليه. وإحنا عندنا مجموعة من المجازر بتخطي تقريبا كل أنحاء الجمهورية، طبعا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتتوافر هذه المجازر، وبنقوم بتقديم الأضاحي لخدمة الفحص الأضاحي للمربيين أو للمواطنين، بحيث أن احنا عندنا بيضمن فحص قبل الذبح وفحص أثناء عملية الذبح وفحص بعد عملية الذبح، وده بيضمن جودة اللحوم المقدمة للمواطنين بشكل كامل. يعني يا دكتور محمد، هو في حد هيعمل الثلاث فحوصات دي؟ ما أعتقدش. يعني هو الناس بتشتري الأضحية وبيتفق مع جزار وبينطلق بقى، هو بيختار المكان والزمان، وحتى في ناس بتخالف فكرة ان هي تبقى بعد الصلاة، في ناس بتذبح قبل الصلاة، فبرضو حضرتك صلح لنا. انا عارفة ان دي حاجة شرعية حضرتك ممكن ما تكونش مختص بيها، لكن هو السؤال هل في حد فعلا ممكن يعمل كده ويلجأ لوزارة الزراعة؟ يعني معقولية هذا؟ هو اولا احنا عندنا الجزار، هو بيقدر يجيب الجزار بتاعه، بس هو كل الحكاية المكان اللي هيذبح فيه، لان هو ما بيكونش المكان غالبا مجهز، حتى لو كان مجهز اكيد مش هيبقى فيه كل المعدات اللي موجوده في المجازر، فهو بيقدر ان احنا نقدم له المكان ده اللي هو المجزر كمكان مجاني بعمليات فحص بالكامل بيقدمها مجاني، وهو بيعمل كل عمليات الذبح اللي هو عايز يمارسها، بس بيمارسها في مكان امن وبيطبق اشتراطات ومعايير صحيه سليمه تحافظ له على اللحمه بتاعته، ومجاني بدون اي تكلفه ماليه. الحاجه الثانيه، هو دلوقتي يقدر ان هو الطبيب البيطري بمجرد ما بيروح الذبيحة أو بيروح الحيوان عشان يدخل في عملية الذبح بيقوم بفحص الحيوان ده ظاهريا قبل دخول المجزر علشان يتأكد من مطابقته للمعايير والاشتراطات الصحية والطبية ويضمن جودة اللحوم اللي هتطلع منه. ثم أثناء عملية الذبح بيكون هذا الطبيب بيشرف مع الجزار أو بيتابع مع الجزار إجراءات عملية الذبح للتأكد من جودة اللحوم وجودة عملية الذبح والناس والتأكد من سلامة الذبيحة. حضرتك قلت حاجة مهمة قوي، قلت ده بدون أي تكلفة، يعني هل ده الوزارة بتقدمه بدون تكلفة ولا طبعا في تكلفة الجزار والناس اللي بتقدم الخدمة؟ هو تكلفة الجزار وتكلفة الخدمة دي هو بيجيبها
الراجل في الاضحيه، انما احنا تكلفه المعدات، تكلفه تشغيل المكان، تكلفه الاطباء البيطريين اللي بيقوموا بالفحص، طبيب بيطري بالكامل بيقدم هذه الخدمه مجانا ما بياخدش اي مقابل، ده جهد مشكور تقديم هذه الخدمه. طيب دكتور محمد، ماذا اذا حدث انه، وانا عارفه انه بنشوف كده مؤخرا برضو ده كان خطوة إيجابية، نوع من الشوادر كده في الشوارع بتبقى في مناطق محددة بالاتفاق مع الأحياء، قولي برضو هل الشوادر اللي موجودة في بعض المناطق دي بإشراف وزارة الزراعة وفيها أطباء متخصصين، ولا دي بس برضو محاولات من الأهالي كده لأنه يبقى المنظر يعني ما فيهوش إساءة وما بيبقاش تحت البيت؟ ولو بنتكلم على عمليات الذبح، فنقاط الذبح محدده ومعروفه وبتحددها وزاره التنميه المحليه، وبيتواجد فيها اطباء بيطريين من الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتنسيق يعني مع من خلال وزاره الزراعه، ودي بتقدم الخدمات بالمجان بالكامل. في اماكن شوادر بتقوم ببيع اللحوم الحيه، واحنا من خلال هذه الشوادر احنا بنقدم خدمه الفحص والمعاينه، بتشكل فرق عمل من الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومن مديريه الطب البيطري وايضا من قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه، بحيث ان هم ينزلوا ويعملوا عمليات متابعه وفحص لجوده التربيه وجوده التغذيه وجوده الرعايه البيطريه المقدمه للحيوانات اللي هتتباع كاضاحي، علشان نضمن سلامتها ونضمن جودتها، وبالتالي يبقى في حفاظ على صحه المواطن وجوده اللحوم المقدمه للمواطن. زي بالظبط ما بنفحص اللحوم الحمراء اللي هي بعد الذبح في اماكن بيعها وتداولها، بحيث نضمن دايما جوده منتج امن وسليم للمواطن المصري. بالتاكيد. طب دكتور محمد، ماذا اذا حدث العكس؟ انا عارفه انه ممنوع تماما انه حد يذبح اضحيه تحت بيته، انه يبقى في الشارع، ممنوع تماما انه يبقى في ممارسات ذبح في اماكن عامه، لكن ماذا اذا حدثت مخالفه؟ المخالف عقوبته ايه؟ والمتضرر يلجأ لمين؟ يعني يشتكي ازاي؟ يعني خلينا نقول، هو اولا بالنسبه للشكوى يقدر يشتكي للخط الساخن او لاقرب مديريه طب بيطري او لاقرب اداره بيطريه، هيقدر يقول له على لو في حد بيعمل مخالفه في عمليه الذبح. دي اول حاجه. ولكن احنا يعني قبل ما نتكلم على المخالفه، فاحنا بنتكلم على ان ده بيقدم حاجه لوجه الله المضحي، وهو بيبقى حريص كل الحرص انه يقدم افضل ما لديه، لان ده رايح لوجه الله، فلابد ان هو يحافظ على جوده ما هو مقدم لوجه الله. فبالتالي ابتغاء مرضات الله بيحتاج ان احنا نفضل نقدم افضل جوده حاجه او افضل حاجه، افضل شيء، لحوم، افضل لحوم وافضل منتج نقدمه لاقاربنا، لان احنا اللي هناكل من هذه اللحوم، وقرايبنا هم اللي هياكلوا منها، جيراننا، احبائنا هم اللي هياكلوا منها. ما ممكن يا دكتور محمد يقول لك انا مطمن ولا يعني الذبح سليم وكل حاجه، القصه في المخالفه البيئيه، يعني انا بسال حضرتك عن النقطه دي، هو ممكن يبقى مطمن وكشف عليها واطمن، لكن هل الاشتراطات البيئيه بتقول عن مكان ممنوع في ممارسة ذبح الأضاحي؟ لأنه بعض الجيران كل سنة بنشوف ده، أنه يعني يوم العيد المفروض يبقى يوم لطيف وفيه تهاني وانبساط، لكن بيبقى فيه خناقات وشد وجذب زي ما حضرتك بتقول كده، حد بيقدم أضحية تقربا لله لكن بيسيء لكل الجيران وبيضايق الناس. فالحكاية دي، الإشكالية دي اتفكت إزاي إداريا؟ وتاني حضرتك من فضلك قول لنا الخط الساخن رقمه كام؟ هو طبعا الخط الساخن يقدر يتواصل على ارقام 15500 او 19561، ده ارقام الخط الساخن لوزاره الزراعه وهيئه الصيانات البيطريه، واكيد هيلاقي كل التفاصيل اللي ممكن من خلالها يعرف اقرب مكان يشتكي فيه، او يعرف اذا كان ده في مخالفه بتطبق ولا لا، ويقدر يتواصل ازاي، واحنا بنقدم له كل الدعم الحقيقه. وفي عندنا غرفه عمليات مشكله لمتابعه مثل هذه الامور في وزارة الزراعة، وكل الدعم لكل أهالينا وإخواتنا المواطنين. الحاجة الثانية إن لو المخالفة موجودة، فخليني برضو نتأكد تاني إن اللي هيذبح هو مهما كان بيقوم بعمليات فحص، عمره ما هيكون المكان مجهز بنفس تجهيزات المقصد. عمره ما يكون الطبيب البيطري هيكون واقف له على الأضحية أو على عملية الذبح قبل واثناء وبعد، عمرها ما هتكون حاصله غير داخل المجزر. فبالتالي الذبح داخل المجزر هو ضمان له قبل ما يكون ضمان اللي هياكل من اللحمه او من المخالفه الطبيه. دي تمام. اول حاجه احنا عايزين يا دكتور، انا بس بسال في المعلوم، امتى نقول ان الشخص ده عمل مخالفه ويتم توقيع عقوبه عليه؟ هو طبعا اي ذبح خارج المجازر ده بيعتد بمثابه مخالفه، لان هو ما نضمنش، لان الموضوع الفحص
مش بس مجرد جودة عملية الذبح، ولكن إجراءات الفحص بتكون للوقاية من بعض الأمراض اللي ممكن تكون سبب في انتقال من خلال اللحوم إذا كانت يعني هذه الفحوصات أو هذه الإجراءات ما تمش تطبيقها. فدي مجموعة إجراءات ومجموعة اشتراطات بيتم تنفيذها وبيتم تطبيقها على أعلى مستوى من خلال أطباء محترفين ومدربين داخل المجازر المصرية للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة من خلال عملية الذبح. فدي إجراء كبيرة جدا، مش إجراء بسيط، مش شكل ظاهري فقط. بالضبط. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش، متحدث باسم وزارة الزراعة. ويمكن الدكتور محمد بيقوله ركز وفضل يعيد ويكرر فكرة سلامة الذبيحة نفسها، سلامة اللحوم نفسها، وإذا أنت كنت عايز تقدمها فعلا لأهل بيتك أو تتصدق بيها أو لجيرانك، فالحرص على سلامتها ده دور وزارة الزراعة. لكن كمان خلينا نفكر نفسنا أن المحليات ليها تواجد حقيقي وصارم جدا في ضبط السلوك. هنا بقى يعني يمكن نقول كده انه دور لجان الفتوى اللي بتقولك ازاي تختار الاضحيه تبقى سليمه، ثم وزاره الزراعه اللي تقولك سلامه اللحوم المقدمه، تيجي هنا الدور الثالث بقى للمحليات اللي هي من دورها ومن اهم ادوارها بكره بيكون ضبط السلوك، لانه فكره بقى ان احنا نعتمد على الذوق والسنس مع احترامي الشديد لكل الناس في كل مكان، لا تقول لي حد ساكن في منطقة راقية ولا حد في منطقة، لا، الذوق والإحساس بالآخر ده دي حاجة تحتاج لضبط يجي من الخارج أولا، ثم بقى ننتظر أن الناس تعمله من نفسها. لكن الحقيقة في مجهودات عظيمة حصلت السنوات اللي فاتت، فكرة الشوادر المخصصة لذبح الأضاحي وأن كل الذبح بيحصل في مكان مخصص من المحليات، لازم كل واحد يبقى بيسأل وعارف هو هيذبح الأضحية بتاعته فين. بمناسبة العيد بقى، واحنا بنتكلم عن العيد والعيدية ومستنيين طبعا اللحمة بكرة، لكن هو الحقيقة احنا دايما مستنيين العيدية. في بقى يعني حاجة كده جت للمصريين من السماء، العيدية أرخص عيدية استرادي، لو اديت لأي حد ال10 جنيه الجديدة فهي عيدية جميلة ومعتبرة وهينبسط ويفرح كأنك اديته 200 جنيه، فاحنا عملنا تجربة النهاردة في الاستوديو وبما اننا لما ادينا لبعض ال10 جنيه دي فالناس انبسطت فتعمل عمل ال200 جنيه لانها جديده وحلوه وشكلها لسه جديد. ال10 جنيه الجديده اللي يعني زادت عليها بقى الكلام واللي تم طرحها من قبل البنك المركزي، المهم جدا ال10 جنيه اللي احنا بندور عليها دي، احنا عندنا كالعاده يعني شويه جدل على حلوه ولا مش حلوه، طب هو التصميم ده حلو ولا مش حلو، حقنا ولازم نعمل كده ولازم نتكلم. لكن في خلفية قبل ما نقول حلوة ولا مش عجباني ولا مش عجباني، أنا رأيي إيه في الموضوع ده، ده رأيي كمستخدم، وبالمناسبة دي حاجة صحية. يعني أنا شخصيا أنا عرفت يا جماعة أنه مكتب عالمي هو اللي عملها وأنه دي حاجة عظيمة جدا، لكن أنا برضو شايفة أنه المصممين اللي كانوا عاملين تصميمات عظيمة ومطروحة عجباني أنا أكتر يمكن، لكن مش لازم اللي عاجبني انا اكتر هو اللي يتعمل. المهم اللي انا اعرفه كمواطن بقى بعيدا عن فكره ذوق وعاجبني ومش عاجبني، الاشتراطات بتاعه الورقه دي، فكره العمله البلاستيكيه، المرونه، القوه، السمك الاقل، العمر الافتراضي الاكبر اللي يخلينا كدوله نحافظ على او نقلل عدد مرات طباعه نفس العمله، هي نفس العملة بيتم تطبيق دورة حياة العملة دي الجديدة اللي ماسكينها في ايدينا دي 3 أضعاف العملة اللي ممكن تكون، انا بحاول بس كده ايه اهي لذيذة وجميل، انا في العادي ما بحبش اتني العملة فمش هعمل كده، مش عايزة اعمل كده، مش عايزة اقطعها، فهي جميلة ولطيفة. دي العملة الجديدة، مقاومة للمية، قابلة لإعادة التصنيع، وكل المواصفات اللي تخليني هنا بقى أتكلم عن تزوير العملة. طبعا مش هتتزور ال10 جنيه، لكن دي بداية، ودي بداية لتغيير العملة المصرية. واللي فينا قرأ أو ذاكر أو سمع بعض النصائح الاقتصادية دي كانت واحدة من أهم الأمور اللي كان بينصح بأنها تحصل في الفترة الحالية. أنا مش عايزة أحكي كتير في النقطة دي لأني مبسوطة جداً أن معانا دكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، وفي تفاصيل كتير نفسي أسأل دكتور أحمد فيها كده بأسئلة تلغرافية سريعة وواثقة أنه إن شاء الله جاوبنا عليها كلها. مساء الخير دكتور أحمد، وكل سنة وحضرتك بألف خير.
مساء الخير دكتور دينا، ومساء الخير على السادة المشاهدين، وكل عام حضراتكم جميعا بخير يعني بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله يعني السنة دي هتكون عيدية ظريفة كده في إيد المواطنين جميعا يعني. أنا أول زبون اتضحك عليا، يعني جوزي جاب لي 10 من دي، انبسطت قوي. خلاص أنا أولادي كلهم عايزين ال 10 جنيه بصراحة يعني. اعتبرتها عادية تمام. طيب دكتور أحمد، عايز أسأل حضرتك مجموعة أسئلة تلغرافية فعلا وكتير، بعيدا عن فكرة تصميم ال 10 جنيه واتعملت كده ليه وكنا نفسنا تتعمل شكل تاني، مش دي القصة. القصة فيما قدمته مصر من أجل صك العملة والمشروع القومي لصك العملات وإنها تتعمل في مصر، هل ده لأول مرة يحصل؟ وإذا كان لأول مرة ده وفر علينا قد إيه؟ تمام. فيما يخص نقطة التوفير أو التكلفة تحديدا، ننوه لنقطة مهمة جدا، إن إصدار العملات البلاستيكية، طبعا حضرتك أشرتي لنقطة مهمة في البداية عشان بس أكمل الموضوع، إن هي عمرها الافتراضي أطول، بيقعد زي 3 سنين. لا، هي كمان عايزين نأكد على نقطة تانية، هي أكتر من 3 سنين وبتوصل 3 مرات، لا بتوصل لخمس مرات كمان. حلو. طيب اللي احنا عايزين نقوله ان هي تكلفه الطباعه بتبقى عاليه شويه في البدايه، بس التكلفه دي بتتغطى من خلال ايه؟ من خلال ان انا بقلل مرات الاصدار، يعني انا لما اجي كل 5 سنين مع يعني نوصل لمرحله الانسيت اروح اطبع تاني، فده بيقلل من الانسيت. طيب هي بتكلفنا كام بقى احنا كدوله؟ العمله البلاستيكيه بتكلفنا 2% تحديدا من اجمالي الناتج المحلي للدوله. طيب هو الناتج المحلي كام عشان بالارقام كده ببساطه؟ احنا عندنا الناتج المحلي، الحكومه بتقول ان احنا ان شاء الله هنوصل لحوالي 9 تريليون جنيه مصري. طب يعني نقول ال 9 تريليون في 2%، يعني بنتكلم في 180 مليار جنيه مصري. يعني احنا كده هنوصل، احنا بنصرف 180 مليار جنيه مصري بس علشان نطبع عملات في طباعة، اللي هي 2% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. طبعا احنا بنتكلم في الورقه اللي هي ب 10 جنيه جديده، يعني في الاصدار الاولي كده احنا بنقول العمله الاكثر تداول، يعني اللي هي بتتبع تحديدا وفقا للبيانات الصادره عن البنك المركزي في مارس، مطبوع منها حوالي 4 مليار جنيه مصري، ده كفئه ال 10 جنيه بس من 767 مليار جنيه. فبالتالي انا كده هنبص التكلفه الفعليه اللي احنا بنتكلم في توفيرها، بنتكلم في حوالي من حوالي 18 ل 30 مليار جنيه هنوفرهم على خزانه الدوله. طب الرقم ده مش قليل، الدوله بتعمل دعم في امور كثيره، فبالتالي انا هقدر اوفر المبلغ اللي انا بكلف بيه خزانه الدوله ويبتدي يتصرف في اماكن او مشروعات ثانيه، لان احنا شايفين الفتره اللي فاتت حجم المشروعات اللي الدوله بتشتغل فيها فيما يخص البنيه التحتيه بالظبط. طيب السؤال الثاني، المشروع القومي لصك العملات او ان احنا بنطبع عملاتنا بنفسنا، هل انا معلومه اللي عندي مظبوطه كده ان احنا ده بيوفر علينا، وده كمان في حد ذاته نوع من انواع الاكتفاء الذاتي يوفر علينا تكلفه غير ان نوع العمله نفسه بيوفر؟ طبعا ده في نقطه كمان مهمه جدا بخلاف التكلفه، ان انا كدوله هنا مصريه بطبع من خلال العملات البلاستيكيه ذات الهاي تكنولوجي والعناصر الامان، وطبعا نقطه التزييف والتزوير ده صعب جدا. ممكن احد المشاهدين يقول لي يعني انا هروح ازور الورقه ب 10 جنيه يعني، اقول له لا طبعا مش فكره في الورقه انك تزور ورقه 10 جنيه، احنا قلنا في البدايه احنا بننزل 10 جنيه دي از تيست للسوق، وده طبيعي جدا في اي دوله بتنزل عمله عشان بعد كده السوق او الذوق العام يقبلها، هبتدي بعد كده ما اطبعش بقى ال 10 وابتدي اخش على الفئات الاكبر. طيب نرجع بقى للجزئيه اللي حضرتك بنتكلم فيها تحديدا، انا هنا هيساعدني في نقطه مهمه كمان، اولا انا حققت اكتفاء ذاتي، قللت تكاليف، لا وكمان ممكن انا بما اني بتوجه الى التعاون مع دول افريقيا ابتدي اطبع للدول في افريقيا العملات بتاعتهم، وبالتالي هدخل ايرادات للدوله. انا هنا في مصر انا من اوائل الدول في الشرق الاوسط، عندنا السعوديه اصدرت عملات بلاستيكية، عندنا الامارات اصدرت عملات بلاستيكية بالتوازي طبعا مع العملات الورقية لحين التوجه الى الطباعة الكاملة، دول كتير قوي في يعني غربية، عندنا في كندا، عندنا في اليابان، عندنا في دول كتير اشتغلت بالعملات البلاستيكية، انجلترا. فالفكرة كلها ان انا هنا بحقق امور تانية، هبتدي ادخل ايرادات للدولة، هحقق ذاتي، اقلل التكلفة، ده فيما يخص الامور الاقتصادية. في نقطة برضو كنت حابب اشير ليها يعني لو الوقت يسمح، ان انا بالنسبة لي انا كمواطن انا عندي هنا مميزات كتير جدا، مميزات اولا مفيش بالنسبه لي اي حاجه ان انا اشك ان الورقه دي مزوره، فبالنسبه لي عنصر الامان في التعامل مع بالعمله داخل الدوله انا خلاص كده ده عنصر الامان موجود. نمره 2، الورقه نفسها
زي ما قلنا العمر الافتراضي دوت مبني على ايه؟ اولا لو اتحطت كده في ميه وطلعتيها يا فندم في ساعتها طبعا كلنا عارفين اللي كان بيحصل لما الورقه تتبل، بنعمل حاجات يعني مش عارف احنا كم يعني ايه المصريين او ايوه ايوه بنغسلها في جيب البنطلون معروف. كلنا ما فيش حد فينا ما نسيش العمله داخل الملابس واتغسلت وبتطلع بايظه وحتى الطرف الاخر لما تيجي تتعامل معاه بيرفضها. دي حضرتك وانس انها اتبلت ما تحتيها بمنديل الموضوع انتهى خلاص، بتتعامل بيها في نفس اللحظه. ده من ضمن المميزات. حتى لو الورقه وهي في ايدك اتنيها حتى اتنيها هتلاقيها بتتفرد معاكي تاني بسرعه، جربي كده وهي في ايدك اتنيها هتتفرد على طول، كرمشيها هتلاقيها بتتفرد تاني. فبالتالي هي كمان مس اولا اخف تمام، يعني سيبيها كده بقى سيبيها اهو هنتنيها اتفردت شايف حضرتك الفكره كلها. حتى العلامه نفسها ما بتقعدش كتير. حتى لو كرمشت طبعا حته انها تتقطع صعب انها تتقطع، يعني مش عايز اقول لك يعني لو جبنا حاجه كده نحاول نقطعها بقى يعني بالقوه وده مش مفيش حد بيحاول يقطع العمله يعني. لا انا عندي سؤال يا دكتور، فعلا يمكن اللي حضرتك بتقوله ده فعلا يهم الدوله اكتر، يعني يهمني جدا ان تبقى عمرها طويل، يهمنا احنا كمان كاعلام اننا نبقى كمان ان شاء الله نتكلم عن ثقافه استخدام العمله، لكن الدوله كمان يهمها الشمول المالي. وانا عايز اسال حضرتك بقى النقطه دي، هل احنا بنغير العمله كخطوه للشمول المالي، كخطوه لان انا اخرج العمله بقى اللي عندي واوديها البنك عشان العمله بتاعتي هيتم وقف التعامل بيها؟ هل ده واحد من الاحلام القريبه عشان نضطر كلنا نستخدم البنوك ونتعامل ماليا بشكل متحضر ونبقى جزء من الثقافه العالميه للشمول المالي؟ هل ده ممكن يكون قريب انه يحصل؟ طبعا يا فندم هي خطوه من خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي. احنا خلصنا خلاص الجزء الاولاني، احنا في الهيكلي من ضمن الاجراءات اللي بتتم ان احنا بنبتدي نغير في العمله عشان نبتدي بقى كل العملات القديمه اللي موجوده نبتدي تتسحب من السوق واحده واحده بالتدريج طبعا مع عمليات الاصدار اللي هتحصل من وقت للتاني مع الذوق العام لما يقبلها اكتر. وبالتالي انا بوصل كل الفئات المتعامله ان انت خلاص لازم تروح البنك. وانس ان انا ابتديت اوديك للبنك انت ابتديت تفهم الثقافه زي ما بنقول ابتدينا نثقفك ماليا ان في تعامل مع حاجه اسمها بنك. ابتدينا يعني شفنا الفتره اللي فاتت يعني خطوات كتير للشمول المالي، شفنا عمليات التحول الرقمي، شفنا على سبيل المثال المحافظ الالكترونيه، شفنا البطاقات البلاستيكيه ابتدت تنتشر بشكل كبير. الارقام يعني اقول لحضرتك احنا عندنا 56.2 نسبه شمول مالي موجوده في مصر مقارنه ب 33% في 2017. هو في تحركات في ثقافه ماليه اكبر بتحصل، بس الفكره ان البنك المركزي نفسه هنقول يعني الاجهزه المعنيه وزاره الماليه كلهم بيسعوا الى زياده معدلات الشمول المالي عشان كلنا ندخل بقى من الاقتصاد غير الرسمي ندخل الاقتصاد الرسمي وبالتالي نحسن من اداء الاقتصاد المصري بشكل اكبر. وفي نقطه مهمه برضه حابين ناكد عليها، انا لما بحسن من اداء العمله الورقيه البلاستيكيه اللي في ايدي انا بحسن من ادائها في المستقبل مش دلوقتي. في المستقبل بيبقى اداء العمله بالنسبه لي افضل، يعني ان هي ما تتلفش بسرعه دي حاجه مهمه جدا، انها ما تتقطعش، ان انت حتى تكتب عليها انت مش هتعرف تكتب عليها اصلا. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا عن الذوق العام، هل من الممكن انه يبقى في كمان طرح زي ما كنا بنتمنى بقى طرح لمقترحات لاشكال مختلفه في تخدير العملات القادمه؟ هل ده ممكن يتم نتوقع انه يحصل ولا لا الدوله تتعامل مع كيانات كبيره ل يعني تصميم العمله وخلاص يعني مفيش مجال لده؟ تمام. احنا طبعا عندنا القطاع المصرفي المصري لازم نوضح النقطه دي ان هو بيتسم بالمرونه، هو بيبتدي زي ما قلنا هو بيعمل تيست. احنا لقينا مثلا لو قلنا ان ابتدى الذوق العام متقبل التعامل بالورق انما الشكل فيه مشكله، طبيعي جدا هنبتدي نشتغل على جزئيه زي ديت ان احنا نبتدي نشوف شكل للاصدارات اللي هي اللي بعد كده اللي هي ال 20 ال 20 المتداوله النهارده على السوشيال ميديا دي حقيقيه ولا مش حقيقيه يا دكتور؟ لا 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 لسه يا فندم ما فيش 20، لا بعد اذن حضراتكم ناكد هي اللي صدر من البنك المركزي المصري هي ال 10 10 جنيه فقط هو ده اللي صدر. يعني حتى مش عايز اتكلم في تفاصيل كتير، يعني ده كان الناس واقفه طوابير يعني عايزينها وكانوا بياخدوها ومتوفره موجوده في كافه البنوك اللي موجوده في القطاع المصرفي 38 بنك، وكانت متوفره فيه حوالي 2 مليار مطبوع منها، فبالتالي هي اللي موجوده هي 10 جنيه فقط لا غير، لسه ال 20 ما صدرتش. بشكرك على التوضيح ده ورسائل مهمه جدا حضرتك شاركتنا بيها دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك بالف خير. فاصل ونرجع بقى نحكي عن العيد. بالمناسبه الناس اللي بتحب الشغل واللي غرقانه في الشغل واللي مشغوله بالشغل
ما بتعرفش تاخد أجازة عيد حتى لو قعدت في البيت، ودماغهم بتفضل شغالة وشايلة الهم، وبيطلع من الأجازة يا عيني حاسس هو الأجازة خلصت بسرعة ليه. فإحنا قلنا نلحق نفسنا كده النهاردة، وبعد الفاصل نحكي بقى في الحكاية دي، الحالة العامة بتاعت إن الأجازة بتخلص مننا وما لحقناش ننبسط ولا نستمتع، ده خطر جدا. بعد الفاصل نكمل كلام. مساءكم خير. بيقولوا كده ان من علامات الاتزان النفسي هو انك تعمل كل حاجه للاخر، يعني باقصى تركيز، زي كده الاجانب بيقولوا عليها فول هارت، يعني لو تشتغل اشتغل بكل قلبك، اشتغل كويس قوي، لو هتنبسط انبسط كويس قوي، لو هتقعد مع اولادك اقعد مع اولادك وانت مركز معاهم قوي. التفصيله دي مش بس مهمة عشان انت تشتغل احسن او عشان تنبسط اكتر في الاجازة، هي مهمة عشان سلامك النفسي، عشان تفضل متزن. لكن اللي بيفضل طول الوقت في الاجازة انا مش عارف انبسط بالاجازة تدعوني، وعلى طول بفكر في الشغل، بالمناسبة دي مش ميزة، دي حاجة خطر جدا، واعتقد ان هي محتاجة تدريب. فبذكر التدريب بقى عايزين نمسي على أستاذة داليا كمال اللايف كوتش، واللي ممكن تقول لنا هو فعلا الحالة دي مزعجة لأصحابها، وهل بتقدري تساعدي ناس انهم يخرجوا من حالة اللي بعمل كل حاجة نص نص دي ولا لا؟ مساءك خير يا أستاذة داليا. مساءكم معطر دكتورة دينا الجميلة، وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليك وعلى الناس اللي بتحب السعادة وبتحترم الكواليتي تايم. ايوه بالظبط، الكواليتي تايم. الوقت القيم. شكرا. ايوه بالظبط كده. طب الاول عاوزه اسالك، هو فعلا حضرتك ملاحظه زي حالاتي كده انه في ناس كتير وقت الشغل ما بنشتغلش قوي يعني، ووقت اللعب برده ما بننبسطش قوي يعني، حته النص نص دي موجوده كتير صح؟ ايوه دي حقيقه، وحته النص نص دي مش هتوصلنا للنتائج اللي الانسان بيكون عايزها، هي دي المشكله. بعد كده لما بيتحط في الشغل او بيتحط حتى لو هو عاوز ياخد اجازه يقول لك انا مش مستمتع بالاجازه ليه؟ هو انا الشغل ما خلصش ليه؟ عشان انت ما اديتش للحاجه حقها اللي احنا بنتكلم عليه، الكواليتي تايم، اللي هو انا دلوقتي انا عاوز اخد اجازه، يعني حتى ربنا مديك الاجازه فور فري بيقول لك انبسط. فاللي هو لازم تحترم الحاجات اللي بتجيلك، يعني الحاجات اللي بتجيلك غصب عنك دي على فكره دي حاجه مهمه جدا، لان هي هتخرجك من بعد كده هو لحاجه شحنه كويسه، شحنه طاقه كويسه، شحنه شغل كويسه، بس لازم انت تهتم بيها او كل حد فينا يهتم بيها. ليه بناخد الاجازات؟ ليه ربنا بيدينا الاعياد والاجازات والمناسبات والحاجات الحلوه دي؟ بيقول لك اشحن وقتك علشان بعد كده انت مطلوب منك ان انت تنتج، ان انت تكون انسان منتج في المجتمع. فلازم ان انت يبقى عندك كواليتي تايم تهتم بيه. عندك عيد دلوقتي بكره باذن الله، عيد جميل علينا وعلى كل الناس يا رب، فلازم تهتم دلوقتي، تهتم بنفسك وتهتم بالعيله وتهتم بالوقت اللي هو ربنا مديهولك، علشان دي حتى عباده، يعني هو المفروض من نوع من انواع العبادات. ما هو يا استاذه داليا احنا عايزين نعمل كده، بس هل في تدريبات معينه تخلينا نعمل كده؟ يعني اقصد ينفع اقول ان انا بكره عشان ابقى فعلا قادر انبسط مع العيله وابقى مركز معاهم اعمل ايه؟ يعني افتح الفيشة. هي الدكتوره دينا تشيل الفيشة، لانك لو ما شلتش فصلت نفسك عن الاسترس اللي انت فيه هيدخلنا بعد كده في مشاكل. فانا بكره ايه اللي مطلوب مني؟ انا المفروض كبكره كانسان ايا كان ايه اللي مطلوب مني؟ ان انا احتفل بالعيد، ان انا ادخل السعاده على نفسي، اقتنص الفرصه يا سيدي، زي ما كده في فرص عمل بتيجي ليك وبتحاول ان انت تستغلها علشان توصل لبوزيشن معين او تايتل معين، دي كمان فرصه بتقول لك ان انت استغلها، علشان دي هتوصلك لحاجه حلوه قوي، ان انت هتبقى انسان منتج. فلما تبقى انسان منتج هتدخل علينا سعاده، هتبقى نافع في المجتمع. فلازم تستغلها بقى مع اللي عنده أهل، يستغلها مع أهله، اللي مش عنده أهل وعنده أصحاب يستغلها مع أصحابه، اللي مش عنده الحاجتين الدولة لله الحمد موفرة لك إن أنت قاعد في دولة آمنة مطمئنة،
انزل روح اخرج انبسط يعني. بص على الحاجات البسيطة اللي حواليك هتلاقيها حاجات كبيرة جدا ولكن انت مش مفعل. ينفع انبسط وانا مش مسافر في حته فظيعه ورهيبه ومش خارج ومش عامل حاجه؟ ينفع انبسط مش كده؟ انبسط لان انا قاعد في امان. ده اكتر حاجه تدخل على الانسان السرور والسعاده، ان انا حتى لو مش عندي اي حد هنزل الشارع هلاقي الناس، يعني تخيلي دي. واللي سافر بره هيعرف القيمه اللي احنا فيها هنا، هيعرف ان ممكن بره ما تلاقيش حد، ان انت مش عارف الساعه 9 ممكن تيجي او عطل مش عارف تروح في اي مكان، لكن الحمد لله الدوله موفره لنا وسياده الرئيس موفر لنا والدوله امنه. وانزل الشارع ودايما خليك في الحاجات الايجابيه، ما تحاولش تخليك في الحاجات السلبيه لان السلبي ده هو اللي هيدخلك في مشاكل. فحاول تدرب نفسك تبقى انسان ايجابي، زي بالظبط اللي بيروح الجيم. اللي بيروح الجيم ده يا جماعه مش انسان مبسوط والله ولا لا، هو عاوز يحافظ على صحته. بيبقى مبسوط لما بيعمل كده اي ايوه بالظبط، بس هو محاوله يعني نازل ان هو محاوله ان هو عايز يكون انسان مبسوط. اللي بيخرج بره ده عشان يقعد في اي مكان هو مش يعني مش مبسوط ولا لا خالص، هو بيحاول يجتهد ان هو يكون مبسوط وبيحاول يسعى للسعاده، لان السعاده دي مهمه. انت لو ما حاولتش تعمل كده هتروح منك حاجات كتير وهتفتقد حاجات كتير ومش هتبقى انسان نافع في المجتمع ومش نافع لنفسك، وبعدين بعد كده تقول طب انا ايه اللي حصل لي. فلازم نستغل الفرصه. لازم. بشكرك يا استاذه داليا، شكرا جزيلا استاذه داليا لايف كوتش. وهو انا قادره اتخيل انه احنا لما نقول كده ده مش كلام سهل، وتطبيقه محتاج يعني تركيز. يعني احيانا بنبقى فعلا بالنا مشغول بمشاكل بحاجات تقيلة بتفصلنا حتى عن الاستمتاع، لكن على الاقل خليني بس الفكرة دي تنور قدامي. انا عايز انبسط وانا ممكن انبسط بكل حاجة بأي ظرف موجود عندي، والسلام الشخصي بتاع البني ادمين بيسعد اللي حواليه. فالشخص السعيد هو عباره عن عدوى، بيعرف يبقى اهل بيته سعداء ومبسوطين واللي حواليه مبسوطين. ما هوش كلام انشا يعني، لكن الانبساط مش مرتبط ابدا بالاماكن والفعاليات. والا اكيد حضراتكم عارفين وكلنا عارفين الناس الكتير اللي بتقول لك سافرنا ومش عارفه السفريه ايه، بس اصل حد بصلنا في السفريه فاتخانقنا طول السفريه. محدش بصلك، محدش ركز معاك زي ما انت فاكر، لكن احنا احيانا بنخلق لنفسنا طرق سلبيه كده بتبقى هي السبب في انه مهما عملنا حاجه تبان انها بتبسط ما بننبسطش. والعكس كمان صحيح، في ناس لا بتسافر ولا بتخرج ولا بتعمل حاجه من الحاجات المكلفه قوي لكن مبسوطه. هم دول اللي عايزين نغش منهم بقى في الكام يوم اللي جايين. كل سنه وحضراتكم بألف خير. بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن شوية حاجات برضو مبهجة كده، هنتكلم عن مبادرة مصر الرقمية. وإحنا بالتأكيد اللي سمع عن مبادرات مصر الرقمية وهي مبادرات لأعمار مختلفة ولفئات مختلفة، لكن هي بكل تأكيد هي الخطوة الحقيقية اللي إحنا حطينا بيها رجلنا في المستقبل. مش قادرة أقول أبداً هي خطوة إلى المستقبل، إحنا وصلنا مكان ما إحنا عاوزين نكون بأننا قدمنا مبادرات رقمية حقيقية ومشروعات حقيقية، وبقى عندنا خريجين لمبادرة مصر الرقمية. ضيوفنا اللي هيكونوا معانا بعد فاصل قصير، خليكم معانا. مساءكم خير. يمكن واحنا بنتكلم عن التحول التكنولوجي وعن تغيير بيحصل وعن الخدمات الحكوميه اللي بتقدم كلها من عبر منصات وعبر منصات الحكومه الالكترونيه، كل ده اكيد اي حد فينا بشويه تفكير هيسال نفسه يعني مين اللي هيدير كل المشروعات دي؟ مين اللي هيدير كل الرقمنه دي؟ هل الموظفين اتطوروا وعدد الموظفين اللي ممكن يخدم المشروعات الضخمه دي كفايه؟ السؤال ده بالمناسبه لو جه في بالك يبقى سؤال منطقي. هو جه في بال الدوله من سنتين ثلاثه فاتوا، وبناء على هذا السؤال سالنا نفسنا كمان سؤال، طب والاجيال اللي جايه مين فيهم هيكون موجود في مصر يدير هذا التحول الهائل اللي بيحصل؟ عملنا مشروعات عظيمه، عملنا رقمنه، مين يسوقها؟ مين يقودها ومين يطورها بكره؟ عشان كده يمكن اعتقد انه مشروعات او مشروع بنات مصر الرقميه
اللي كمان ظهرت منه مؤخرا نسخة جديدة اسمها أشبال مصر الرقمية. أعتقد أن دي واحدة كانت من الأهداف اللي وراء أنه يطلع عندنا قادة جداد، ناس تقدر تحمل الراية للأجيال اللي جاية، وتحديدا في ما يخص الرقمنة ودورنا بقى في المستقبل. أنا مبسوطة بقى أن النهاردة معايا المهندس زياد هشام، أحد خريجي الدفعة الأولى من مبادرة مصر الرقمية، صح كده؟ بنات مصر الرقمية. بنات مصر الرقمية. هو ايجيبت بيلدرز، يبقى بنات مصر، صح كده؟ ايجيبت بيلدرز انيشيتيف. بالظبط كده. ازيك يا زياد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. احنا اتأخرنا اننا نسمع منكم، لكن انا مبسوطة قوي انك معانا النهاردة. سمعنا قوي عن المبادرة، وبصراحة اللي ما سمعش عن المبادرة سمع لما الريس قال انه العدد كان قليل قوي اللي تقدم في المبادرة. فاحكي لي بقى التفصيلة، وانت عرفت عنها امتى وقدمت امتى؟ تمام. هو القصة كلها ان انا بعد لما اتخرجت من الجامعة كنت عايز ان انا ابدا الشغل في مجال التكنولوجيا بالتحديد داتا ساينس وارتفيشال انتليجنس، او يعني ما يسمى بعلوم البيانات. فالفكرة كلها ان انا ما كانش عندي الخلفية الكافية ان انا ابدا اخد اول خطوة في المجال ده، فحبيت ان انا يعني اعرف ازاي ابدا في المجال ده. قبل ما اتكلم عن بنات مصر الرقمية، عشان عايز ادي كل مبادرة حقها يعني، انا انضميت الاول او التحقت بمبادره مستقبلنا الرقمي. دي مبادره ثانيه اصغر شويه من بنات مصر الرقميه. هي الفكره كلها منها ان احنا بناخد شهادات اونلاين في الكورسز في المجالات اللي احنا حابينها. فانا بدات ان انا اخدت شهاده في تحليل البيانات وواحده ثانيه في تعلم الاله. فده كانت بالنسبه لي زي اول خطوه ان انا اكتسب شويه خبره في المجال ده. وخليني اقول ان تقول انك مهتم. بالظبط. يعني هو اكثر ناس بتقدر تعمل تغيير those who care، زي ما صح. بيقولوا كده، اللي بيهتموا. انا يا زياد، قبل ما بعد اذنك يعني تكمل كلامك، معانا على التليفون مهندس محمد محسن، مؤسس ورئيس واحده من الشركات الرائده في تصميم دوائر الكهرباء، ومعانا مهندس مايكل استفانوس، مؤسس واحده من مشروعات مبادره مصر الرقميه، بينضم الينا عبر سكايب. احنا بس بنرحب بيهم كده تليفونيا، وهم ان شاء الله مشاركين معانا في الحوار. هنرجع لهم مره ثانيه بعد ما زياد بس يحكي لنا عن مبادره بنات مصر الرقميه وعرفت عنها ازاي. تمام. انا بنات مصر الرقميه بعد لما خلصت مستقبلنا الرقمي، عرفت عن بنات مصر الرقميه من والدتي. هي كانت شافتها تقريبا في اعلان في الشارع عادي، بعدين حكيت لي عنها. فانا دخلت على الموقع بتاعها اللي هو w.gov.eg، ولقيت كل التفاصيل مكتوبه وكل شروط التقديم وكل حاجه. هي شروط التقديم تقريبا بسيطه، انا مش فاكرهم طبعا كلهم، بس كانت حاجه اللي هو انا ببقى مصري وابقى حديث التخرج. حلو. تقريبا حديث التخرج اللي هو مثلا في خلال الاربع سنين او خمس سنين اللي فاتوا، مش فاكر بالظبط. وشروط تانية اللي هو مثلا ابقى عندي GPA معين. اوكي. بس وتقريبا دي وانك تكون خريج واحده من كليات النظم المعلومات، يعني بالظبط هندسه او نظم معلومات او حاجات اللي هي ريليتد، كمبيوتر ساينس، كمبيوتر انجينيرنج، كل الحاجات دي. حلو. بس استنى، مش بس انا عايزه اقول انا هنا سنسكت قليلا. ينفع قوي حد يشوف الاعلان عن المبادره ويقول هنعمل ايه بالمبادرات، وينفع قوي حد مامته تقول له في مبادره يقول لها بس كبري انا مش هعمل حاجه. ينفع حد يهتم؟ اعتقد صدقوني تلات ارباع مشاكلنا احنا مش مهتمين نجرب. احنا طول الوقت يأسانين وشايفين ان مفيش فايده، انا مفيش فايده ومفيش حاجه بتحصل. على فكره انا كنت واقع في نفس الغلطه دي. يعني انت كنت بتعمل كده صح؟ يعني انا اصلا لما اتقال لي عليها قلت خلاص ماشي عشان بس ايه، يعني عملتها يعني. انا وقعت في نفس الغلطه دي، قلت خلاص ماشي هقدم ودخلت نمت تقريبا وطنشت. بس بعدين هي قالت لي ما بصيت، قلت لها بصيت. بعدين بقى قلت عشان ايه ضميري بس ما يقلبنيش، فعلا فتحت وبصيت ولقيت ان التقديم سهل، فقلت خلاص اقدم وخلاص. بس قدمت كل حاجه، وانا كل ده كنت فاكر عامه ان احنا هنسافر بره، يعني انها هتدينا درجه ماجستير بره. اوكي. بس فقدمت وكلموني، وبعدين امتحنت وعملت انترفيو، كل حاجه عدت. في الانترفيو بقى عرفت انها في مصر. اوكي. فساعتها بقى رجعت تاني، شكيت تاني، واللي هو قلت لا خلاص حتى لو اتقبلت انا مش هكمل فيها. عشان هو قلت يعني انا عايز اكسبيرينس جديده، وقلت انها مش هتبقى جد يعني. بالظبط. قلت بقى هتبقى اونلاين تاني، وانا لسه عامل مستقبلنا رقمي برده كانت اونلاين، فخلاص بقى كفايه اونلاين يعني. بس فبعدين بقى جالي المكالمه ان انا اتقبلت وكل حاجه، وانا كنت رافض يعني. كنت واخد القرار ان انا مش هكمل فيها، بس قلت برده عشان ابقى راضي ذمتي وابقى ضميري مستريح ابقى جربت للاخر. كان في قالوا لي على يوم تعريفي، قلت اروحه واسمع كل حاجه، وكنت واخد معايا الورق عشان قلت لو غيرت رايي وحصل فعلا ده اللي حصل.
اسيبه وارجع. انا مبسوطه بصراحتك صدقني، انت جميل يعني. احنا مفيش حد فينا مثالي يعني وفاهم كل حاجه للاخر. بالظبط. ثانك يو. ويوم التعريف حصل ايه؟ بس يوم التعريف بقى اكتشفت حاجات جديده ما كنتش عارفها خالص، زي ان هي مش بس عباره عن درجه ماجستير وخلاص، واللي هو همشي وهرجع لدرجه ماجستير. بس اول حاجه ان احنا بناخد كميه شهادات في الاول. دي اصلا بترفع من السيره الذاتيه، بالذات ان اصلا حاليا الشركات بتبص على الحاجات الثانيه غير الاكاديميكس. فدي كانت اول حاجه غيرت رايي، ان احنا بناخد تكنيكال سيرتيفيكتس من يعني شركات عمالقه في مجال التكنولوجيا. حلو قوي. غير كده كمان في بقى بينموا المهارات القياديه والاداريه عندنا، ودي كانت حاجه برده مهمه تتكتب في السيره الذاتيه. نرجع بقى لدرجه الماجستير. انا كنت اللي مخوفني انها تبقى اونلاين. هم موفر لنا مقر هنا في القاهره، والشهاده بتاعتنا مش مكتوبه انها اونلاين، هي اكننا بالظبط اخذنا الماجستير من كندا. هي الجامعه كانت جامعه اوتوا. بس ففي المقر ده كانوا مجهزين لنا بقى لابز ويعني معامل، كل حاجه عندنا معيدين، كل حاجه كانت مجهزه. فعشان كده هي الشهاده بتاعتنا مش شهاده اونلاين، هي شهاده اكننا كنا في الجامعه هناك. فكل ده خلاص يعني غير الانطباع. وانت اخذت شهادتك من جامعه اوتوا؟ اخذت شهادتي من جامعه اوتوا. وانت في مصر؟ وانا في مصر. والكمية الشهادات وانت قلت كمان مهارات قيادية والشهادات اللي قبلها دي، وفي كمان لغة. كلفتك كام بقى يا باشمهندس؟ أنا ما دفعتش ولا أي حاجة ولا مليم. صفر. لو كنت أخدتها على نفقتك الخاصة كنت كنت هدفع كتير قوي، ألفات الدولارات يعني. مش كده؟ حاجة بتاعت 100 دولار. ما دي برضو حاجة أخيرة خلتني أقتنع. تقتنع إيه يا عم؟ خلاص حاجة عظيمة. دي حاجة عظيمة جدا يعني. أنا بقصد أقول مبسوطة. أنا عايزة زياد بس يكمل كلامه الآخر، وبعتذر إن إحنا في تليفون معانا، لكن هو ده تعريف بالظبط الفرص اللي ينفع حد فيه. أنا واللي جنبي ممكن ناخد نفس الفرصة. أنا بس رحت وجربت وحاولت، واللي جنبي حاسه ان مفيش فايده من اولها. فبشكرك يا زياد انك حكيت التجربه دي. مهندس محمد محسن معانا على التليفون، مؤسس ورئيس احدى الشركات الرائده في تصميم دوائر الكهرباء. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ نفسي تحكي لنا حضرتك عن مشاركتك في مبادره بنات مصر الرقميه. طيب اصلح عليك بس حاجه، انا مؤسس ورئيس مجلس اداره الشركه مسؤول بتشتغل في تصميم الدوائر الالكترونيه، دوائر الكهرباء، لان الديفرنت سيكتور اللي في الدفن. انا اسف، دي غلطه من عندنا احنا. لا لا، نحن اصلح. طبعا، ما انا قلت ايه علاقه الكهرباء بالديجيتال. بالظبط. احنا يعني متخصصين في السيكتور اوف الالكترونكس، الكترونكس ديزاين، او حاجه دقيقه شويه بيسموها صناعه اشباه الموصلات او الماي كوندكتور. وزي ما انا يمكن شرحت كده قدام سياده الرئيس، ويمكن سياده الرئيس لحضرتك كنت متابعه الايفنت كله من اوله. جاء على الهرم اللي كابتن الوزير كان بيشرحه، ومسك القمه بتاعت الهرم كانت بتتكلم على تصميم الدوائر الالكترونيه، وركز فيها شويه، قال احنا عايزين نعمل هنا اكتر. حضرتك لو خدتي بالك كده من الهرم هتلاقي الهرم مدبب فوق شويه، يعني الجزء ده صغير عن القاعده. فهو صغير ليه؟ صغير لانه دقيق ومش سهل، ومش اي مهندس يقدر يخش فيه غير لما يكون دارس بعض المواد المعينه ويكون عنده اساسيات تؤهله للعمل في هذه الشغلانه. الشغل في تصميم الدوائر الالكترونيه تتطلب خبره كبيره قوي، تطلب انفستمنت كتير قوي او استثمار كتير قوي في المهندس. فعشان كده سياده الرئيس كان بيقول احنا عايزين نروح لدي، لان الدول اللي راحت فيها من كذا سنه يعني سبقت جامد قوي في التكنولوجي. النهارده التكنولوجي بشكل كبير قوي هي النهارده خطره لدول كتير قوي. انا يمكن حتى اديت في المقدمه اهميه التكنولوجي او الاندستري دي ايه. حضرتك عارفه فتره كورونا حصلت ازمه كل حاجه في العالم، وكل ما نسال يقول لك اصل في مشكله رقائق الكترونيه. والناس ما كانتش لسه مستوعبه ايه الموضوع ده، ايه مشكله الرقائق. مشكله ان سلاسل الامداد او بيسموها السبلاي تشين بتاعه الرقائق الالكترونيه ديت، هي دي اللي وقفت 90% من الصناعات. بالظبط. ليه؟ لان الالكترونكس موجوده في كل حاجه. اي حاجه حضرتك العربيه النهارده فيها الكترونكس. احنا اللي حضرتك لو في البيت طلعت في البيت فيه الكترونكس. كل حاجه فيها الكترونكس. احنا فين يا باشمهندس في هذا العلم اللي انا عارفه انه بعض البلاد تحتكره، بعض البلاد تستخدمه فقط؟ هل احنا في بالنا اننا نقدر نصنع الشيبس، وده هل ممكن يعني؟ طيب هقول لحضرتك برضو تاني تعريف تاني. الصناعه هي صناعه عميقه، وصناعه بتحتاج استثمارات كبيره، فيها مراحل كتير قوي. بتبتدي من التصميم زي اي صناعه، بتبتدي من التصميم وتنتهي بالانتاج او بالتصنيع، ثم بعد كده تجميع ومراحل كتير واختبارات وكده.
المرحله بتاعت التصنيع هي مرحله نقدر مصر تخش فيها، مفيش حاجه ما نقدرش، ولكن هي بتحتاج استثمارات ضخمه، يعني ضخمه بمعنى ان المصنع الواحد ممكن يكلف 10 بليون دولار، يعني 10 مليار دولار، وبعدين بيحتاج امدادات من مواد لوجستيه صعبه. بالظبط. فممكن ما تكونش دي المرحله اللي مصر محتاجاها النهارده، ولكن يس. مصر فيها طاقه بشريه جيده، فيها مهندسين جيدين، وفي النهارده لبنه من شركات زينا وغيرنا النهارده موجودين، زي ما انا قلت سياده الرئيس ابتدت شغلها بقى لها 20 سنه، والنهارده بقى لينا وجود على الخريطه، يعني الحمد لله مصر النهارده موجوده فيها، طبعا مش فيها زي الهند ومش فيها زي دول ثانيه كتير، ولكن عندنا لبنه محترمه جدا والكفاءه بتاعتها اعلى كتير من حتت كتير، فالنهارده المهندسين عندنا في مصر الجيدين لا بيتخطفوا في العالم كله، وانا نفسي ما يتخطفوش، نفسي يقعدوا في بلدهم ويعملوا ويطوروا اكتر، لان واعتقد ان هو ده القصد من المبادره اصلا، انه المهندسين الشاطرين دول يفضلوا معانا يدرسوا في مصر ويرجعوا يكملوا بقى شغلهم، لان احنا محتاجينهم بالتاكيد. خليني بقى اكمل لحضرتك موضوع المبادره وعلاقتها بينا، يمكن احنا كشركه ما بنستفيدش بالمبادره بشكل مباشر، يعني انا كبير شويه مع عشان الشباب الموجودين يعني حضرتك مش من الناس اللي حضروا واخدوا الاستفاده، لكن اكيد في تعاون. انا كنت موجود لسبب، يعني هو كابتن الرئيس مهتم بهذه الصناعه، مهتم يسمع رواد الاعمال في هذه الصناعه لانها من الصناعات الواعده لمصر، فده كان السبب الرئيسي. التعاون بيننا في المبادره دي، او احنا شايفين المبادره دي ازاي، المبادره ممتازه لسبب ان حركه العلم النهارده سريعه قوي. العلم بيتسارع، النهارده في مواد علميه الناس بتسمع عنها زي الذكاء الصناعي وسايبر سكيورتي والكترونيك ديزاين وحاجات كتير قوي ما كانتش موجوده قبل كده، حاجات استحدثت على العلم، الحاجات دي لا تدرس في الجامعه بالكم الكافي. فالنهارده الخريج بيطلع من الجامعه ايا كانت الجامعه ودرجه يعني الجوده بتاعت الجامعه، ولكن بيطلع مش جاهز لسوق العمل بسرعه. فالنهارده المبادره دي بتعمل بوت سترابنج، يعني بتعمل تمهيد للراجل ده ان هو يقدر يخش سوق العمل بسرعه، ينتج، يساعد الشركات. فده طبعا المبادره دي النهارده لحد ما نظام الجمعيه بتاعنا في مصر يتحدث، زي ما سياده الرئيس كده اتكلم في 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 الخطاب، وزير التعليم العالي سياده وزير التعليم العالي قال النهارده مصر بتنشئ جامعات جديده فيها هذه العلوم الحديثه. الموضوع ده بياخد وقت طبعا، تعد اعداد كورسز والدكاتره، وان تيجي الجامعه تطلع ناس في الوقت ده. مبادرة زي مصر الرقمية دي مبادرة جيدة لأنها بتعمل مسرعة إنتاج، بتطلع منتج من الشباب اللي متعلم بسرعة. احنا الخط قطع مع مهندس محمد، لكن مفهوم جدا الفكرة، وفكرة إنه الاحتياج العالمي، السوق العالمي، دي واحدة من أهم التخصصات في العالم، كل من يعمل في مجال التكنولوجي. فاحنا عايزين نشوف مهندس زياد وغيره وأحمد ومحمد وحسن وناس كتير يفضلوا موجودين في مصر ويقدموا هم ما يمكن أن يقدموه لكتير من المشروعات الموجودة في مصر. بعد الفاصل هنكمل كلامنا، هيكون معنا مهندس مايكل استفانوس، مؤسس واحد من المشروعات اللي شاركت في مبادرة مصر الرقمية، ونكمل كلامنا طبعا مع مهندس زياد. مساءكم خير. لسه بنتكلم عن مبادرة مصر الرقمية، وشفنا ثمار المنتج النهائي ليها، ومن أجمل ما في المبادرات دي إن المنتج النهائي بشر، ناس مصريين بيزيدوا من القيمة الشخصية ليهم ومن القيمة الشخصية لسوق العمل في مصر بشكل كبير. احنا اتأخرنا على المهندس مايكل، فبنرجع لك ونبتدي معاك. مهندس مايكل استفانوس، مؤسس واحدة من الشركات اللي في ريادة الأعمال التكنولوجية، وعايزة كمان على طول أسأل حضرتك الأول مساء الخير، ولنا عن مشاركتك في مبادرة مصر الرقمية أو الدعم اللي أخذته من هذه المبادرة. مساء النور. الاول انا مايكل، فعلا المؤسس والمدير التنفيذي لشركه كواليتي للمقاولات، او بالاخص في مجال الشبكات والفايبر اوبتكس والانظمه الذكيه المدمجه. طيب. انا زي اي طالب او مهندس لسه فريش جرادز بيبقى طالع، بيبقى متلخبط، مش عارف يختار انه تراك او انه مجال اللي يقدر يكمل فيه. بس كان عندي حلم ان يبقى ليا البيزنس او الشركه الخاصه بيا. حلو. في وقتها كان قدامي فرصه في مجال الموبايل في شركه من الشركات الرائده في
في مصر والانترناشونال في نفس الوقت، انتهزت الفرصه دي طبعا. بعد وقت ابتديت اتنقل من اكتر من بوزيشن فيها على حسب الخبره، بس يعني عاوز اقول لك انه برضو كان في انترفيوز كتير، كان في ريجكشنز كتير، مش بس في المجال ده، حتى لما كنت بحب انقل لمجال غيره. في وقتها سمعت عن مبادره شباب مصر الرقميه، فقلت واي نوت، ما اجرب مجال جديد. يعني انت دخلت واخدت الماجستير في المبادره؟ انا قدمت على المبادره، هو ما كانش ماجستير، هو كانت شهادات انترناشونال وبراكتيكال في نفس الوقت على المجال الداتا نتورك والفايبر اوبتكس ورياده الاعمال. كل واحده منهم كان ليها دور انها تغير الكارير بتاعي خالص، من اول رياده الاعمال اللي هو رجعني تاني للحلم اللي كان عندي من 2014 انه يبقى ليا الشركه بتاعتي. الجزء الثاني بتاع الداتا نتورك لقيت ان انا حابب المجال ده اكتر، وفي نفس الوقت عملت شيفت كارير جذري من مجال الموبايل اللي انا كنت فيه لمجال ثاني ما كانش اصلا في دماغي بصراحه في وقتها. ساعدتني بطريقتين، الطريقه المباشره انه الشهادات دي كانت هي اللي ليها الفضل ان احنا نقدر نشيل اول مشروع باسم الشركه نفسها، باسم شركه كواليتي. احنا كنا موجودين طبعا زي ما كنت قلت قبل كده، بدانا انا وشريك ليا في الغردقه، كل واحد فينا ساهم بمبلغ وقلنا هنجرب. يعني يا مايكل انا بس عايزه اسالك، يعني انت اخذت مجموعه الشهادات الاوليه لكن ما كملتش في المبادره الاخر، انا كده فاهمه صح؟ لا كملت في المبادره الاخر. طب حلو، هي الفكره الدعم كمان اللي انت اخذته غير الدراسه، اقصد هل المبادره كمان عندها مساهمات لاحتضان الشغل بتاعك المشروع بتاعك، ولا هو الدعم العلمي اللي فرق معاك اكتر؟ هو بالنسبة لي أنا ما كانش مشروع، أنا كانت شركة متكاملة الأركان، من أول الجزء التكنيكال والبراكتيكال اللي هو خلاني أسست الشركة من البداية لغاية لما ابتديت أنزل الماركت وأنزل أقول إن أنا شركة شغالة في مجال شبكات المعلومات والفايبر أوبتكس في جزء من البحر الأحمر أو الصعيد. الشركات دي كلها او كل المعروف عن الاونرز الموجودين بيجيبوا شركات من القاهره، فكانت انا اول شركه موجوده يعتبر في المنطقه دي من نفس المنطقه من الغردقه نفسها. فكانت المبادره ساعدتني بطريقه غير مباشره، وفي نفس الوقت طبعا كان ليها الفضل طبعا بعد ربنا ان احنا نقدر نشيل الشغل نفسه. لا ربنا معاك، ويا رب دايما نسمع كده انه المبادرات مؤثره في حياه اصحابها، ولما بنقول ان المبادره بتاثر في حياه الناس بتاثر في مستقبل الدوله، هو ده ما هو اللي مايكل بيقوله. انه الصعيد مثلا كان محروم من النوع ده من التخصصات لانه ما كانش موجود، مايكل بقى موجود بيسد هذا الدور. زياد هتعمل ايه بقى بعد الماجستير؟ لازم تقول لنا. هو انا حاليا بشتغل في شركه استشارات. من غير ارقام، مرتبك زاد وفرق بعد الدراسه ولا ما فرقش؟ هو انا الفكره يعني ما اقدرش اقارن عشان انا قبلها ما كنتش بدات شغل، كنت اشتغلت اصلا. يعني اول حاجه عملتها بعد التخرج هي ان انا بدات ان انا اقدم في المبادرات. حل. فما عنديش مقارنه قوي. بس لو هتكلم على اللي كانوا معايا في المبادرات، في المبادره وكده، كلهم كانوا بيقولوا ان المرتب زاد بشكل ملحوظ. يعني سوق العمل هنا وعالميا، انا عارفه ان معظم اللي بيشتغلوا في مجالاتكم بيقارن طول الوقت بالسعر العالمي، احنا قريبين ولا بتقول لا انا باخد مرتب كويس قوي مقارنه باني قاعد في بلدي ومرتاح ومش متغرب؟ يعني هو صعب ان انا اقارن ببره عشان برضو بيبقى فيه مقاييس ثانيه زي يعني سعر المعيشه وكده. فبره برضو يعني على قد ما المرتبات اعلى بس برضو الاسعار اعلى شويه لو هنقارنها بهنا. بس لو احنا بنقارن بالبلد اللي احنا عايشين فيها الاعلى اجر. بالظبط، مش كده؟ احنا عايزين بس نشجع الناس، ما فيش حاجه بتشجع الناس يدرسوا هو حاجات. هو اصلا مجال التكنولوجي نفسه يعني من المجالات الاجور بتاعتها اعلى من المجالات التانية. طبعا. اخر سؤال، انت قلت لي حاجه مهمه جدا في الفاصل اللي عايزه بس الناس تسمعها. مبادره مصر الرقميه بندرس في تخصصات، مبادره بنات مصر الرقميه، ايه التخصصات الموجوده حاليا؟
انا لما كنت قدمت عشان كنت في اول دفعه كان هم ثلاث مسارات بس، اللي هو علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ده واحد بالظبط، والثاني كان علوم الروبوتات او الروبوتكس، وكان سايبر سيكيورتي او الامن السيبراني. دلوقتي في كذا مسار اتضاف، في اتنين اتضافوا من قريب اللي هو الفنون التطبيقيه، وفي مسار تاني اداره الاعمال. فدول بقى دلوقتي بقى بياخدوا من كليات يعني مختلف. اكتر زي مثلا الجرافيك ديزاين وحاجات اللي هي ليها علاقه بالبيزنس وكده بس. ففي كليات اكتر بقت بيتاخد منها خريجين جداد، وفي مسارات تانية بتضاف من 1 لـ10. لو قلت تصنيف كده تشجع الناس تشترك في مبادرات حكوميه زي دي على طول 10 كتجربه ايجابيه. انا بالنسبه لي انا اصلا كنت من المشككين في المبادرات دي، بس يعني انا من سنه ونص ما كنتش اتخيل ان انا هوصل للمرحله اللي انا وصلتها دلوقتي، فعشان كده بالنسبه لي هي 10. انا بشكرك يا زياد، وحابب اوصل حاجه كمان قبل بس ما نخلص، ان باب التقديم دلوقتي مفتوح دلوقتي للدفعات اللي هم خريجين حديثي التخرج في المجالات اللي انت قلتها، فاللي عايز يلحق عشان هيقفل قريب يعني. ثانك يو يا زياد. You're welcome. يعني افضل حد يبقى بيتكلم عن تجربه هو الشخص اللي خاضها ونجح فيها وتاثر بيها، فبشكرك. شكرا جدا. واجمل حاجه فيك بقى ان انت كنت واقعي، ما عدتش بقى تعمل لنا فيها ايه المثالي دائما. شكرا يا زياد. شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه. كل سنه وحضراتكم بألف خير، ونشوفكم ان شاء الله على كل خير.